افلام عديده موجوده حاليا بصالاتنا، ومثل ما قلت لكم بكره راح يكون عندنا فيلم جديد بصالات اللبنانيه اللي هو فيلم المسافر، لحتى اكيد كل الناس اللي بيدعموا وبيحبوا الافلام اللبنانيه لازم اكيد تروحوا تشوفوه، والافلام اللي بعدها موجوده حاليا بالسينما. ضمن افلام الاسبوع فيلم الكوميدي ريل رود تايجرز عن عامل بالسكك الحديد بالصين سنة ال41، وعم بيحاول يقود فريق من المقاتلين الأحرار ضد اليابانيين للحصول على أكل للفقراء مع جاكي شان. يلا احتيكم معايا البيت أنا وبنور عشان نقفح. نقفح؟ أيوة نقفح. والفيلم المصري الكوميدي تصبح على خير عن مهندس ناجح وغني، ولكنه عم بيعاني هالفترة من مشاكل بحياته الطبيعية، فبيلجأ لحياة بديلة من خلال جهاز بدخله بعالم الأحلام مع تامر حسني، درة، والممثلة اللبنانية نور. الراجل العربي يتجوز 4 ويصاحب على مراته 85 واحدة وبيحب أمه في الآخر. We gotta go undercover. وفيلم الكوميدي باي واتش عن ميتش الملتزم بعمله كحارس للشط، ولكنه بيضطر يتعاون مع موظف جديد للكشف عن مخطط شرير عم بيهدد مستقبل الشط كله، مع دوين جونسون، زاك افرون، وبريانكا تشوبرا. ورح ننتقل هلا مباشره لعند شيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. لكن مشاهدينا اليوم في عنا 3 وصفات مثل العادة، عندي طبق حلويات وطبقين مالح. طبق الحلويات اللي هو بلشنا فيه من بداية عالم الصباح، بسبوسة بحبوب الشوكولا. شو البسبوسه بحبوب الشوكولا؟ راح نعرفكم عليها خلال حلقتنا، طبعا نحن حضرناها من اول فقره من عالم الصباح. لكن في عندنا الوصفه الثانيه سلطه البازيلا، وايضا في عندي تندوري بالسمك. تندوري بالسمك وصفه كثير طيبه، خلينا نشوف التندوري انا وياكم بالفرن اللي فوتناه على الفرن على درجه حراره 200، هيدا التندوري عم بيستوي مع هالخضار الشهيه والرائحه الكثير طيبه. لكن التندوري مشاهدينا وصفة جدا طيبة وجدا رائعة. حطيت أنا جبت سمك، سمكة سحبتها شلت منها العظم وأيضا شلت منها الحسك، أوكي؟ بعد ما سحبت عليكم الدنب قدامنا عم نشوفه على الشاشة، تركت الدنب لحتى أفرجيكم، دنب السمكة بس هيدي سمكة الغزال، الغزال جبت السمكة سحبتها، هون نحن مشاهدينا سمك الغزال فينا ناكلها نية، مش بس كمان فينا نعملها سمك تندوري، لا فينا ناكلها نيه وفينا نسحبها كمان مثل ما انا سحبتها وحطيتها بالفرن. بس طبعا مشاهدينا قبل ما حطيتها بالفرن في لها طريقه كثير طويله، طبعا مش كثير طويله مش صعبه، بس يعني هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. جبت انا السمكه سحبتها، جبت سمكه تركتها مثل ما هي، وسمك غزال سحبتها قطعتها. صار عندي سمك فيليه وسمك فيليه ثانيه كمان كامله، بس ترك للراس والذنب معه. جبت لبن، حطيت لبن، عصير حامض، زيت زيتون كمان حطينا بيعطي نكهة، لبن، عصير حامض، زيت زيتون. نيجي للبهارات، حطيت كاري، حطيت كزبرة يابسة، زنجبيل مطحون، كمون، وأيضا حطينا بابريكا، فلفل أسود، رشة ملح صغيرة، كلهم خلطتهم مع بعض، تبلت فيهم هالسمك وفوتناهم على الفرن. حطيت بكعب الصينية أنا شرائح بطاطا، لكن مشاهدينا حطينا شرائح بطاطا. اولا انا شرائح البطاطا اذا بدي فيني اكلها، البطاطا حصه نشويات، وايضا في عندي جزر وكوسه لحتى يكون عندي طبق غذائي كامل متكامل من الحصص الغذائيه. لكن عندي بطاطا، غير انه حطيت البطاطا لحتى السمكه ما تلزق بكعب الصينيه، لحتى كمان استفاد من البطاطا كحصه نشويات، وايضا عندي جزر، عندي كوسه، كلهم حطيتهم بالصينيه وفوتناهم على الفرن على درجه حراره 200 وناطرين لحتى يستووا. هيدا الطبق الرئيسي، اذا ضل معنا وقت رح نحضر صلصه لهالطبق الرئيسي كثير طيبه انا وياكم، كمان من نفس البهارات مع الزبده وايضا عصير الحامض.
أما هلأ خلينا ننتقل لوصفتنا اللي هي طبق شكل أول أو سلطة اللي هي سلطة البازيلا. لكن مشاهدينا سلطة البازيلا عندي ماي على النار وعندي بازيلا. إذا كان موسم البازيلا بجيب بازيلا طازة فريش، أو إذا ما في موسم للبازيلا فيني جيب بازيلا متلجة. أنا اليوم مستعمل بازيلا فريش بس أنا حطتها بالتلاجة، يعني وقتها كان في كتير موسم بازيلا، بعد ما نلاقي نحن بازيلا بالسوق جبت أنا بازيلا وتلجتها. هاي البازيلا رح شيلها اسلقها عندي مي على النار، نطرها لحتى تغلي أو غلت بلاش تغلي. بضيف البازيلا بسلقها حوالي 5 دقايق، بعد ما اسلقها رح شيلها بالرضا، وأيضا رح تبلها، حط معها خيار، بندورة كرزية، جبنة فتة، فيني حط من الزيتون الأسود المقطع، ما بدي أنسى حط من الإكليل الجبل، مثل ما عم نشوف إكليل الجبل بيعطي نكهة كتير طيبة لهالوصفة، أو فيني حط من الحبق الأخضر، أو فيني حط من السيبول، حسب ما أنتو بترغبوا، حسب ما أنتو بتحبوا، بس طبعا أنا بحب إكليل الجبل، طعمته مع الأكل كتير رائعة. رح أجيب إكليل الجبل وأتبلهم بإكليل الجبل، خلي البلسمك زيت الزيتون، هون نحن مشاهدينا، فيني حط كمان من الثوم، ما عندي أي مشكلة إذا حطيت ثوم، لكن لكل الناس اللي عم بيحضرونا اللي بيحبوا الثوم، فيهم يضيفوا لوصفتنا ثوم. طيب، بهالوقت عندي عصير حامض، عندنا زبدة، عندي البهارات، صار لازم نحن نبلش بالصلصة للتندوري. اوكي، قبل ما نبلش بالصلصه للتندوري ما بدنا ننسى البسبوسه، ما خبرناكم على البسبوسه. هيدي البسبوسه بحبوب الشوكولا. لكن مشاهدينا البسبوسه بعد ما حضرنا وصفه البسبوسه، هالوصفه الحلويات اللي كثير بنحبها المعروفه بسوريا، بالجزائر، بالمغرب، وايضا بكل الدول العربيه تقريبا، وبمصر ما بدنا ننسى مصر، وصفة كتير طيبة وكتير رائعة. هيدي البسبوسة طبعا مثل ما عم نشوف نحن فيها حبوب الشوكولا، هدول حبوب الشوكولا على الوجه. الحشوة أو العجينة كانت هي من السميد. طبعا رح نرجع نشوف كمان مقادير البسبوسة رح يطلع قدامنا على الشاشة. حطيت أنا طحين أو فينا نقول سميد مش طحين، لكن مشاهدينا المقادير على الشاشة، حطيت سميد ناعم، حطيت سكر، وايضا حطيت حليب ناشف بوعاء لحال مع البيكنج باودر. لكن مشاهدينا المقادير، سجلوا المقادير لان كثير مهم المقادير لوصفه الحلويات. طيب، حطيت لكن حليب ناشف، حطيت سكر، حطيت سميد، وحطيت بيكنج باودر بوعاء، جبت وعاء ثاني حطيت بقلبه بيض، وحطينا كمان زيت نباتي، وحطيت لكن بيض وزيت نباتي، فانيل، كلهم خلطتهم مع بعض وضفتهم فوق المكونات الناشفة، عجنتهم مع بعض، حصلت على أنا خلطة متماسكة، مش كتير متماسكة، بدها تكون شوي رخوة. بعد ما حصلت على هالخلطة مشاهدينا جبت صينية، هيدي الصينية دهنتها طبعا برجع بقول من طحينة تونيز فود، لكن مشاهدينا دهنتها بطحينة تونيز فود للصينية، وسكبت أنا الخليط بالصينية، وجبت حبوب شوكولا مدورة أو اللي بدكم إياها أنتو، حطيتها زرعتها بالصينية مثل ما عم نشوف نحن. خلينا نشوف عنا هون، هيدي حبة شوكولا، هيدي حبة شوكولا قدامنا، زرعتهم وفوتت الصينية على الفرن على درجة حرارة 180، صارت الصينية جاهزة عنا هون. بعد ما أقطع هيدي الصينية شو رح أعمل؟ رح أجيب القطرات حط لها قطر، بعد بدها قطر الصينية، وايضا بنقدمها بعد ما نحط القطر. لكن مشاهدينا خلينا نبلش بالصلصه انا وياكم. عندي قلايه بجيب بحط معها زبده. اوكي، نحن هون عم نحكي اللي بيحب يعمل صلصه، طبعا صلصه للسمك في يعمل لها صلصه، لكن عندي قلايه حطيت فيها زبده، كميه من الزبده فيكم انتم ما تحطوا هالقد كمية، لأن هي هاي الصلصة اللي عم حضرها هلا هي عبارة عن صلصة الزبدة وعصير الحامض، هيك اسمها، اسمها صلصة الزبدة عصير الحامض. فيكم ما تحضروها لهالصلصة، وفيكم تحضروها حسب ما أنتم بترغبوا، لكن أنا حطيت زبدة بالقلاية بتركها لحتى تدوب. بعد ما تدوب في عندي عصير الحامض، رح أضيف عصير الحامض لها طبعا مشاهدينا مع البهارات اللي حطيناهم نحن للسمكة، وأيضا مع رشة ملح صغيرة، وبخبركم عنها بعد البريك بالتفصيل. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير ونرجع سوا.
ياي عم تفرج عليها للبسبوسه كيف عم تنحط على الطاوله وناطرين الاطباق الثانيه عم تخلص. رح ننتقل مباشره لعند الشيف حسين ورشه بلح. لكن مشاهدينا هيدي البسبوسه صارت جاهزه عندنا مثل ما عم نشوف نحن في بقلبها الشوكولا. طيب لكن هيدي البسبوسه اوكي شو رح نعمل؟ صار عندي الزبده مثل ما خبرتكم على النار، رح ضيف لها عصير الحامض. اوكي لكن عندي زبده وعندي عصير الحامض، هيدي الصلصه عم نحكي نحن طبعا اللي هي للتندوري، فيني ما اعملها الصلصه حسب ما انتم بترغبوا. لكن السميد او البسبوسه صارت جاهزه عندنا، هيدي البسبوسه قدامنا طبعا لحتى نحط لها بعد نطرنا القطر، القطر بدنا نضيف لها من القطرات. طبعا الكميه اللي اعطيتكم اياها على الشاشه بدها حوالي 2 كوب من القطر. يضل في عندي سلطه البازيلا، سلطه البازيلا مثل العاده رح نحضرها بطريقه كثير سريعه. السمكات بالفرن رح نخليهم بالفرن لاخر شيء وبنشيلهم من الفرن. بهالوقت شو رح اعمل؟ رح خلص البسبوسه. اوكي لكن البسبوسه رح خلصها مثل ما عم بتشوفوا، عم سقيها بالقطر للبسبوسه بالشوكولا. فينا نقطعها وفينا نتركها قالب حسب ما انتم بترغبوا. اوكي لكن سقيناها بالقطرات ومنقدم هيدي الوصفه. هيدي اول وصفه صارت جاهزه عنا. بيجي للصلصه كاري، لان احنا حاطين بنقع كاري، كزبره يابسه، زنجبيل مطحون، بابريكا، كمون، فلفل ابيض، وايضا عندنا رشه ملح صغيره. لكن الصلصه للسمك عم نحضرها، حطينا رشه فلفل اسود. بحركن مع بعض قبل ما ننتقل للسلطه. اوكي هيدي الصلصه بتركها لحتى تعقد. طبعا الزبده مع عصير الحامض بعقده. هون نحن مشاهدينا فيني احط لها كمان من كريم فريش او الكريم الطبخ. طيب عندي البازيلا، لكن مشاهدينا في عندي البازيلا، رح احط للبازيلا بندوره كرزيه. لكن مثل ما عم نشوف رح ضيف بندوره كرزيه للبازيلا، رح احط معها مثل ما خبرتكم من اكليل الجبل، رح احط فليفله حمراء، رح احط كمان من الخيار، كلها مكونات. فيني احط معها او زينها بالخس الملون. طبعا هاي السلطه نحن لازم ننقعها قبل بيوم او قبل بثمان ساعات، بعد ما ننقعها بزيت الزيتون، خل البلسمك، فلفل اسود، وايضا فينا نحط لها قليل من عصير الحامض ما عنا اي مشكله. طيب عم بفرم الفليفله الحمراء والخيار كمان ناطرنا، بدنا نحط لها خيار ومنشوف غيضه وين صارت. شكلها غيضه رح تجي وتفوت بكادري دغري. ايه بلا لا بقرب عليكي ولا تقرب علي، لا تفوتي بكادري. تفوت دغري بكادري ليكو. شفتوا شفتوا فت بكادره. يا اهلا نورتي المطبخ. ميرسي ميرسي. ليه تاخرتي علينا؟ هلا بشرفك بدي فرجيك كيف انا ممكن فوت بكادرك. كيف؟ هيدي في ناس شافونا من قبل بس اذا ما حد اذا كان حدا ما حضر وقتها. كيف؟ فرجيني كيف ممكن انا فوت بكادرك، فرجيني ها؟ هلا انا شغله لو وقفت هيك فت بكادرك. لا بطل فيني اشتغل. بطل فيني احضر سلطه البازيلا. شوف كيف انت بتفوت بكادري. وين هي؟ وين راحت؟ شفت؟ كيف بدها تزبط معك؟ ما بتزبط. ما بتزبط. ليكي هون ان شاء الله لو بحاول كل عيشتي ما بتزبط. سلطه البازيلا. اوكي اوكي عم نضيف لها الخيار،
بعد بدنا نضيف جبنة الفتة، وبدنا نضيف خل البلسمك، وبدنا نضيف زيت الزيتون ورشة فلفل أسود. بس أنا خبرت غيدا كل المشاهدين أنه هيدي السلطة نحن لازم ننقعها بخل البلسمك اللي رح ضيفه أنا هلا، وأيضا رح حط قليل من زيت الزيتون قبل بسبع ساعات أو قبل بثمان ساعات، لكن ضفنا زيت الزيتون هلأ ما كترت، ونحط رشة ملح. طب هيدا شي كتير قوي هون، ما بقى ريحتهم شو طيبة، ما بخبرك. بس لازم تخبري المشاهدين. عم خبرهم من قبل، عم خبر انا قاعده هونيك عم خبرهم، عم شم ريحتهم شو طيبه. لا لا خبريهم هلا هلا، فيني ادوقوا، فيني ادوقهم هلا، خبريهم هلا هلا. اعطيني صحن. اوكي طيب، عم ضيف الجبنه، جبنه الفتة، فيني ابرشها لجبنه الفتة وفيني اتركها كمان مشاهدينا مثل ما هي. ما بدي انزع موديل هون، شو بدك؟ ما بيأثر، ما بيأثر، خلص شفتهم الكاميرا، خلص شفتهم، شفتوهم شفتوهم. رح اسرق هيدي لانه هي محمصه، يي لا ما حتطلع هيك. شوف بشرفكم، في حدا معارض اكثر مني. ابا نزلت بصحنه شطوره. طيب هيدي السلطه، سلطه البازيلا عم نخلطها، وايضا انتو شفتوا انا شو عم باكل. شو عم تاكلي؟ اوه لحظه، بسبوسه. ايه بسبوسه، عم فكرتها سخنه، انا بعد عم بقول انا. اوكي كثير طيب. طيبة عجبتك؟ وهيدا الخس الملون كمان بهالشكل. بلش الوقت يركض، بعد معنا دقيقة ونص. رح اسكب السلطة. يلا. بالصحن. اوكي. هالوصفة كثير طيبة، سلطة البازيلا. برجع بقول لكل المشاهدين نحن سلطة البازيلا لازم نتبلها طبعا قبل بوقت. يعني قبل بسبعة أو ثمان ساعات لحتى نتناولها. بس اليوم لأنه ما عندنا وقت من. أكيد نحن بس بدنا نفرجي المشاهدين على هالوصفة، وفي عندنا السمكات بعدهم بالفرن. يلا. بدي لحق شيل السمك، لكن هيدي هيدا الطبق الثاني، وخلينا نشوف السمك وين صار. أوكي. هيدا السمك. يلا ها. ليك السمكة المسحبة. اوه عم بتشم الريحة، قد الريحة حلوة. عم شم الريحة، هاي السمكة المنظر المسحبة بخصوص الدنب اللي قاعد هون بوجنا، عم بذكرني بتجوز، عم بذكرني بحس بدها ميوزيك. شو وضع الدنب؟ عم بتسبح الدنب. ما هيك مثل كيف جوز كان يجي سمك القرش وياكلنا، هيك حسسته اليوم، هيك مرعب شكله. لا هيدا سمك، هيدا سمك مسالم. ايه لا بس هيك مش هو بكلنا. بس مش الدنب ما بتذكركم بالفين، مش عن جد ما بذكركم بالجوز، مش حاسين انه في حدا رح يجي لعنا؟ طيب رح انا يجي حدا ياكلنا؟ انا غيدا ما بقى عنا كثير وقت. هول ثلاث وصفات بكون قدمتهم هيك لكل المشاهدين. إيه؟ ان شاء الله لليوم يكونوا نالوا اعجابهم وصفاتنا. طبعا بكره محضرين كمان وصفات كثير طيبه، بكره بخبرهم عنها الساعه 10. الف صحتين، وان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. شكرا كثير حسون، يعطيك الف عافيه شيف، واكيد طبق كثير طيب هلا رح بعد شوي نقضي عليه، وبنودعكم بقيه نهار كثير حلو وين ما كنتوا عم تقضوه اكيد، وبكره من الساعه 10 بتوقيت بيروت عالم صباح جديد. باي باي. Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason that I just can't concentrate. I've been trying to fix my pride, but that thing's broken. That thing's broken. Lie, 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 I tried to hide, but now you know it. That I'm at an all time low 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 low